هنبدأ في العين. استخدم برايمر للعين، كونسيلر من لوريال، كبس للشدو، برايمر. برايمر العين علشان يدينا نتيجة حلوة وما يتأكسر معانا مع الشدو، بس طبقة مرة خفيفة لوس باودر. هنبدأ بلون شيمر. استخدمنا لون مات في الزاوية الأخيرة وطلعنا فيها لفوق، نخفف من التبطين. لون مات من نفس البلد، هستخدم لون بيج أنور بيه تحت الحاجب، تنوير لعظمة تحت الحاجب. هستخدم قلم امبروجوا ريشة. لما نيجي نرسم العين دائما نخلي العين نظرتها سيدة لقدام، ومن الزاوية الخارجية للعين نبدأ نرسم. نكتفي بالطول ده، نجي كسرة العين هنا نمسكها، نمسك العين وندخل لجوة ونمشي على نفس الكسرة نطلع معاها لفوق. كده احنا عملنا كت كريز يناسب عين مشاعل طالع فيني، وفي نفس الوقت نتيجة تفتح عينك جات على نفس مستوى العين. نفس الرسمة، مشينا مع التبطينة وطلعنا مع نهاية العين من الخارج. تكون يدنا خفيفة واحنا نقدم لقدام. الآن حندمجه، ما حنخليه كده، حنرسم على منابت الرموش. أطراف القلم ندمج شوية بس منه، نثبته بشادو بني غامق، ندرج اللون. هستخدم البلاينر تحت العين، بس بيس للشادو اللي هعمله. غالبا يشتكوا البنات من عدم ثبات الشادو تحت العين، لأنه دايركت يحطوا الشادو من دون بيزك تحت العين، تحت الشادو. الألوان الكريمية والأقلام الكريمية هي اللي راح تساعدنا على تثبيت الشادو، سواء كريمي أو شمر أو حتى مات. واللون المات في كسرة العين من فوق كمان حكرره تحت. ندمج أطراف الشادو مرة مظبوط عشان يبان معانا مموه مو محدد. نفس القلم اللي استخدمته من برجوة حرسم فيه المدمع، نطالع فوق من المدمع، من الواتر لاين اللي الداخل اللي ما نخرج لبرا. نستخدم شادو أغمق بس من منابت الرموش علشان تبين الرموش كثيفة وتدي عمق للنظرة. بخصوص الرموش، هل في رمش معين لازم نستخدمه حق هذا اللوك ولا عادي أي رمش؟ طبعاً شكل العين والميك اب هيحدد لنا الشكل اللي نختاره. طبعاً احنا حنجرب أكثر من رمش، نفتح عيننا لأن نشوف أنسب شيء. هنستخدم ماسكارا من لانكوم، خصوصاً الرموش السفلية الماسكارا مرة مهمة. في ناس ما تحب تحط ماسكارا في الرموش السفلية حقتها، بس أنا أحس إنه مرة أساسي، هي اللي تدي نظرة وهي اللي توسع العين. خلصنا العين الأولى، عملنا كت كريز، سحبنا عين مشاعل بطريقة حلوة. والكت كريز غالباً يناسب العيون الصغيرة واللي فيها تبطين، تبين العين شكلها مرة كيوت ويناسبها مرة حلو. طبعاً نشكر خبيرة المكياج منوش أنها هي علمتنا كيف نسوي هذا اللوك خطوة بخطوة. أتمنى أنكم استفدتوا، وأهم شيء رأيكم بهذا اللوك.